اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم توب للشورت اللي عملته في الفيديو اللي فات. هعمله لكم بنفس الخيط هايد كوتون، واستخدم نفس الابره رقم 3، وده نوع الخيط. هبتدي اعمل عقد البدايه، وهعمل 1 2 3 4، وهعمل منزلقة في أول غرزة، وهعمل 1 2 3، وداخل واخد الخيط معايا كده داخل الدايرة هعمل 2 عمود بلفة، هيبقوا كده 3. هعمل 2 سلسلة، وبعدين اعمل 1 2، ثلاثة، 2 سلسلة، 1 2 3، 2 سلسلة، وفي ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع هعمل منزلقة، والغرزة اللي بعدها هعمل منزلقة، واللي بعدها منزلقة، وداخل الفراغ هعمل منزلقة بالشكل ده. هبتدي اعمل 3 سلسلة، 3 عمود، وبغرزة السلسلة يبقى كده عملت 2 زائد 1 يبقوا 3، 2 سلسلة في نفس الفراغ، 3 عمود، 1 2 3، 2 سلسلة في الفراغ اللي بعده هعمل 1 2 3، 2 سلسلة، 3 عمود، 1 2 3، 2 سلسلة في آخر فراغ هعمل 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2 3، 2 سلسلة بالشكل ده. هنعمل منزلقة ومنزلقة في الغرزة الثانية، منزلقة في الثالثة، منزلقة في الفراغ، 1 2 3، وهعمل 1 2، وبغرز الارتفاع 3 يبقوا كده 3. هعمل 2 سلسلة في نفس الفراغ، 1 2 3، 2 سلسلة في الفراغ اللي بعده هعمل 3 بس عمود، 1 2 3، في الفراغ ده هعمل 3 عمود بلفة، 3 عمود بلفة اهو، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، 1 2 3، 2 سلسلة في الفراغ اللي بعده هعمل
اتنين تلاتة، اتنين سلسلة. نيجي عند اخر واحدة، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، واحد اتنين اتنين تلاتة، اتنين سلسلة داخل الفراغ، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة. هنعمل منزلقة، واللي بعدها منزلقة، اللي بعدها منزلقة، في الفراغ منزلقة، واحد اتنين تلاتة، في نفس الفراغ واحد اتنين، والتلاتة سلسلة يبقوا تلاتة، واتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة، في الفراغ هعمل تلاتة عمود بلفة، اتنين سلسلة، في الفراغ التاني تلاتة عمود بلفة، اتنين سلسلة، في الركن التاني هعمل واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة، في الفراغ اللي بعده طبعا بينهم اتنين سلسلة على طول، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، الفراغ اللي بعده تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة منزلقة، اهي. هنكرر تاني سطر كمان، هنعمل منزلقة، منزلقة في التانية، وكمان في الفراغ، واحد اتنين تلاتة، وفي كل ركن هنعمل نفس الحكاية كده، واحد اتنين، والسلاسل هتبقى عمود، اتنين سلسلة، في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، في الركن التاني واحد
اتنين تلاتة من سلسلة، واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة، وهنعمل هنكرر نفس اللي عملناه بالظبط اهي، وهكمل واحد اتنين واحد اتنين تلاتة في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة من سلسلة، في الركنة الثالثة واحد اتنين تلاتة من سلسلة، واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة، في الفراغ تلاتة بس، واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة، في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة، ومنزلقة بقت بالشكل ده، ومنزلقة في اللي جنبها زي ما تعودنا، ومنزلقة تاني، وفي الفراغ منزلقة، واحد اتنين تلاتة، ونعمل اتنين عمود اتنين سلسلة، تلاتة 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 عمود اتنين سلسلة، وفي الركن التاني واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة. طبعا انا بسرع لان الغرزة بتكرر نفسها، يعني مفيهاش اي شرح، واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة، 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 وفي اخر الفراغ واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده، وهنكمل واحد اتنين واحد اتنين تلاتة من سلسلة، واحد اتنين تلاتة من سلسلة، واحد اتنين تلاتة
اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، وفي التانية منزلقة، وفي التالتة منزلقة، وفي الفراغ منزلقة بالشكل ده. هبتدي اعمل غرزة حشو وحشو فوق كل حشو، وفي الفراغ اتنين حشو، غرزة حشو فوق كل حشو، في الفراغ اتنين حشو وحشو فوق كل حشو، في الفراغ اتنين حشو، ونكرر كده لغاية لما نوصل للركن. هنعمل داخل الركنة دي 4 حشو، 2 3 4، ونكرر برضو اللي عملناه من الناحية دي، هنكرره اللي عملناه من الناحية دي، فوق كل عمود حشو، وفي الفراغ 2 حشو، وفي الفراغ هنعمل حشو ونقف على كده اهي بالشكل ده. وعملت واحدة تاني زيها بالظبط، هعمل سلسلة وهقص بالشكل ده. وكده خلصتها، ما خلصتش الناحية دي لاني هعمل فيها حاجة تانية. لو قستها 12 سنتش، وعشان نتأكد من مقاس نجيب اي حاجة عندكم، اي بلوزة، ونتنيها كده اهي عند الحمالة كده اهو. هبتدي اعمل سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده. هقلب الشغل كده، وهبتدي من هنا اعمل حشو، وفي كل غرزة من الغرز دي هعمل حشو، وفي الغرزة اللي في الوسط هعمل غرزة واحدة بس حشو، بالشكل ده هخلص كل سطر وارجع. كده خلصت الغرز،
للآخر. هبتدي أعمل زي الناحية دي بالظبط نفس العدد اللي هو كام 35 سنتش. هخلص السلاسل هكمل وارجع. كده خلصت قد الناحية التانية بالظبط. هقص الخيط واسحبه كده الرباط. وفي نفس المكان هنا في الغرزة اللي في الوسط دي هسحب. ونفس الحكاية هعمل السلاسل المطلوبة وهعمل من الناحية دي برضو. هخلص وارجع. بكده خلصتهم كلهم قد بعض. هبتدي اقصقص الحروف دي كده دي برضو تتربط من الظهر. اقيس كده لغاية الجزء ده وابتدي اعمل في الظهر. لازم السلاسل تبقى على استقامة واحدة اهي. هبتدي اعمل 1 2 3 4 وانا اخد لفة واسيب غرزة وفي التانية هعمل عمود بلف سلسلة وهسيب غرزة وفي التانية هعمل عمود بلف سلسلة وهسيب غرزة وفي التانية هعمل عمود بلف. هشتغل كده في كل الغرز لغاية لما اوصل للجزء اللي هو من الظهر من الناحية دي. هخلص وارجع. خلصت بالشكل ده هعمل 1 2 3 4 والف الشغل. وعند كل سطر كل غرزة هعمل عمود بلفة وسلسلة وعمود بلفة بالشكل ده. هخلص سطر وارجع. كده خلصت بالشكل ده عملت سطر كمان زيادة. هعمل سلسلة وهقص الخيط واسحبه وهنضفه بعد كده اهي كده. هبتدي اعمل الورد. ضخت حرير. انا جبت حوالي 5 او 6 الوان. يعني انتوا لو عندكم 10 الوان هينفع. لو مش عندكم خيط حرير ممكن خيط اي خيط قطن. واستخدمت ابرة رقم 4 استانلس. هعمل دايرة سحرية بالشكل ده وهعمل 1 2 3 4 ولفتين وداخل الدايرة عمود بلفتين. نسحب 2 ونسحب 2 ونسحب 2 مرة تانية. نسحب 2 و2 و2 مرة تالتة. ندخل كده وبعدين نسحب 2 وبعدين 2 وبعدين 2 وبعدين 1 2 3 4
وداخل الدايرة هعمل منزلقة. نعمل 1 2 3 4 لفتين، هنكرر بقى، نسحب 2 2 2 لفتين، نسحب 2 و2 لفتين، نسحب 2 و2 و2 ونعمل 1 2 3 4 وداخل الدايرة نعمل منزلقة. ونعمل تاني 1 2 3 4 لفتين، نسحب 2 و2 لفتين، نسحب 2 و2 و2 لفتين، نسحب 2 و2 و2 1 2 3 4 داخل الدايرة هنعمل منزلقة. 1 2 3 4 لفتين، نسحب 2 و2 و2 لفتين، نسحب 2 و2 و2 لفتين، نسحب 2 و2 و2 1 2 3 4 سلسلة. وداخل الدايرة هنعمل منزلقة، نعمل 1 2 3 4 ولفتين، وداخل الدايرة 2 لفتين، وداخل الدايرة نسحب 2 و2 و2 لفتين، نسحب 2 و2 و2 لفتين، نسحب 2 و2 و2 1 2 3 4 ونعمل منزلقة وسلسلة ونقص الخيط ونسحبه ونضم الدايرة كده ونعمل نربط الفتلتين بالشكل ده اهي، بقت وردة. هنلضم الإبرة كده وبين الغرز ونسحبها كده بالشكل ده. وبعد كده انا عملت واحدة، هنيجي هنا ونسحب كده ومن الناحية التانية كده اهي، وهنربط وبعد كده هنداري كل الخيوط دي. وبكده ثبت الورود، وطبعا ده حسب ذوقكم، لو انتوا عايزين تعملوا اقل من كده عادي، لو انتوا مش عايزين تحطوا خالص ورود براحتكم خالص. انا كده عملت كل الورود دي، لو انتوا عايزين تثبتوها بإبرة الخياطة عادي، لو انتوا عايزين تعملوها بمسدس الشمع عادي، لو انتوا عايزين تربطوها من ورا برضو عادي. انا هعمل بقى هنا اهو شراشيب برضو، هبتدي اشبك كل وردتين زي بعض من ورا كده هثبت كده، والحيزة بتاعها اهو الناحية دي، واتبت برضو
اهي كده من ورا. واثبت برضو. واخدها برضو كده اهو. بالشكل ده. وهثبتها كده في الوسط. بالشكل ده. هثبت عليها كده جامد. وبعد كده وبكده خلصت تثبيت كل الورود زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال. وطبعا الطب مناسب لجو الربيع اهي، شفتوا الشراشيب وجمالها. لو لاحظتوا ان انا مثبتة الورود عشوائي ومن ورا هيتربط. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه.